عاوز اعمل الثلاث حاجات، الحالات في نفس الجلسه، ولا المريضه عندها رفاهيه الوقت ان انا ابدا بحاجه وبعد اسبوع ابدا بحاجه وبعد اسبوع ابدا بحاجه. لو هي عندها رفاهيه الوقت ابدأي دايما بالبوتوكس عشان توقفي العضله، لان البوتوكس بعد اسبوع اصلا النتيجه شغاله. مش بس كده يا ناديه، افهمي المعنى ليه في حته اعمق من اللي انت قصدك عليه. كلامك صح بس الموضوع ليه حته اعمق. لو الثلاثه في نفس الجلسه غير لما يكون هي عندها رفاهيه الوقت ان نعمل في اسبوع واسبوع واسبوع. ايه الفرق؟ هقول لك انا ايه الفرق. لما بيكون عندها رفاهيه الوقت احنا اسبوع واسبوع واسبوع، او تيجي بعد ثلاث ايام او اربع ايام اعمل لها حاجه وهكذا، اولا بدي فرصه للوش ان هو يرتاح ويهدى، ثانيا ببدا بالبوتوكس ساعتها عشان اوقف العضلات التعبيريه المتحركه، ويبقى انا كده عملت وقف اطلاق النار، يبقى لي الحاجات الثابته ابدا بقى انسنس فيها. منطقي الكلام اللي انا بقوله ولا نهدي الحركات عشان يبقى الثابت هو اللي نشتغل عليه، وساعتها بقى الجلسه اللي بعدها ممكن اشتغل في اليوم وبعد كده في اليوم. اما لو جايالي في نفس اليوم وعندها مناسبه، عندها سفر، عندها حفله، عندها زواج، عندها عرس، عندها اي حاجه، وخلاص هشتغل الثلاثه في نفس الجلسه، يبقى ببدا بالخيوط الاول، لان الخيوط هي اللي بتخليني استهلك كميه انفلات اقل.